سلام البنات، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو ديال اليوم اللي غادي نشارك معكم فيها بعض الافكار اللي كتساعد بالنسبه للناس اللي باغيين يتنقلوا من منزل لمنزل، سورتو الناس اللي العيالات اللي متغربات. دونك شخصيا هاد الافكار ساعدوني بزاف فاش كنت انا كيف كتشوفوا الحوايج اللي معلقين ما تحتاجوش تحيدوهم، غتخشيوهم ديريكتومون في دي بلاستيك طوال، هكا كتختصروا الوقت ديال الجميع وديال الترجع والمكان حتى فين كديروهم، وكيسهل عليكم المأمور. الفكرة الثانية هي اني كنجمع في دي كارتون زاج بوحدو البلاستيك بوحدو، وحتى لو جمعتي حاجه مخلطه كندير تيكيته وكنكتب كاع داكشي اللي كاين في داك لو كارطون، هكا كنسهل عليا العمليه فاش كنكونوا كنحطوا كنعرفوا كل حاجه فين البلاصه اللي غادي تمشي ليها. ولا ما كانش هكا متوفره عندكم تيكيتات، ممكن تكتبوا نيشان بقلم على الكارطونه وتكتبوا بحال هكا المطبخ، لكن انتوا غتحطوا في المطبخ بيت التلفازه بيت النعاس، وكل كارطونه تكتبوا شنو فيها كوم سا ملي تبغوا تبداو تردوا تجيكم سهله، ما غاديش تحتاجوا تبقاو تقولوا بغيت الكيسان مثلا بغيت الطباسل بغيت هذه ما عارفينش فين كاينه. دونك كل حاجه راها مكتوبه كوم سا كتسهل عليكم العمليه. انا هنا ساعدوني بزاف هذوك الكرافل اللي سبق لي صوبت معكم في واحد الفيديو. الفكره التاليه هي كيف كتشوفوا بالنسبه للفيس باش ما يتلفوش لينا كنديرهم في دي بلاستيك صغار وكنكتبوا عليهم ديالاش واش لي فيس ديال لاشيز ولا ديال لاطاب. من بعد الفكره التاليه هي بالنسبه لي برونشمون، الناس اللي ما كيعرفوش يرجعوا لي برونشمون سواء ديال لا تيلي ولا ديال البيسي كنصوروهم بالتليفون كوم سا كنعقلوا على لي برونشمون. بالنسبه لهاد الفكره كيف كتشوفوا كل بيت كنحطوا فيه الاتات ديالو، دونك بيت التلفازه مثلا غنحطوا فيه كاع داكشي ديالو، لا كويزين غنحطوا فيها كاع الكراتن اللي ديالها، ومن الاحسن اشاك فوا تنحطوا شي حاجه تنستفوها. بالنسبه للمطبخ مثلا دونك كنخويو الكراتن كنستفو غير تستف عشوائي ما غيكونش تستف نهائي بيان سور، ومن بعد عاد غادي نديرو التستاف ديالنا. اخر فكره هي ديال القفل، دونك هذه شي حاجه اللي ما نذكروش على اول حاجه كدار قبل ما كندخلوا الدار كنحطوا اتاتنا، هي اننا كنبدلوا القفل كيف كتشوفوا معايا. وكنتمنى هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، وللمزيد من الفيديوهات ما تنساوش تشاركوا بالقناه، تضغطوا على المربع اللي تحت لا فيديو الاحمر اشتراك او سبسكرايب، وتنضرب لكم موعد في فيديو اخر ان شاء الله، وتنقول لكم ا بيانتو. Et maintenant, je vous aime. Bye bye.